السلام عليكم. اليوم راح اشوفكم اول وحدة واحدة من تطبيقات النويز لوج اللي يسمونه SNL لوج. هذا بير ووتر انجكشن، باع بالظروف الطبيعية انه انت لما تحقن اكيد راح يروح وين؟ المي للبيرفوريشن. هنا النويز لوج ايش راح يبين؟ انه بسبب اكو شانل هنا، اكو بات سمنت خلف الكيسنج، راح يروح المي لمناطق غير صحيحة. يعني بدل ان يروح الواتر هاي البرفوريشن يروح بالمباشر لهاي الطبقة، لا راح يروح وين؟ للاعلى. هسه راح نشوف هذا الشيء. شوف هنا راح يروح بمناطق غير صحيحة، وبالتالي راح يسوي لنا ميبي احتمال يصير عندنا ووتر بريك ثرو بالابار المجاورة. ليش؟ لان هنا السمنت خلف البطانة غير جيد، لازم هو يروح بهذا المناطق بالبرفوريشن. هاي احد تطبيقات النويز لوج اللي جدا مهمة، لذلك احنا نحرص على ان يكون السمنت خلف الكيسنج بالابار حقن الماء حالها حال ابار البروديوسر، لان هذا شيء مهم. لا حد يهمل رداءة او جودة الاسرة الاسمنتية في ابار الحقن، لازم تراعوا لها اهتمام حالها حال الابار الانتاجية. واضح وشكرا.